فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: وجبت علي الزكاة لمرور الحول. يقول: وجبت علي الزكاة لمرور الحول، لكني لم أخرجها بل أبقيتها حتى أسافر إلى بلدي فأعطيها الفقراء هناك، هل يجوز لي ذلك؟ نعم، يجوز تأخير الزكاة لغرض صحيح، يجوز لغرض صحيح، إذا كان هناك فقراء أحوج من غيرهم فلا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.